الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال النووي رحمه الله: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال: معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم. ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث. قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك، وكرهه للشابة. هذا الحديث صريح في أن النهي هنا للتنزيه لقولها ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا في النهي. واصطلاح عزم عليهم أو كانت عزمة عند الصحابة رضي الله عنهم يعنون به أمر الإلزام، فقولها لم يعزم علينا مع أن قول الصحابي نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، لم نؤمر بكذا، لم يعزم علينا في كذا، له حكم الرفع عند جماهير العلماء. ومن هنا كان القول الصحيح هو أن النساء ينهين نهي تنزيه عن اتباع الجنائز ولا يؤكد عليهن في النهي ولا يحرم النهي. وأما حديث فاطمة لو بلغت كذا وكذا ما شلمت راحة الجنة أو نحو ذلك فهو حديث ضعيف لا يثبت. وهذا الحديث من ضمن أدلة الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور، لأن اتباع الجنازة يقتضي أن تتبعها حتى تدفن. فإذا كان نهي تنزيه وليس بنهي تحريم فدل ذلك على أن زيارة القبور للنساء ليست محرمة، وذلك بشرط أن لا تتضمن محرمة، ولكن ينهى عنها نهي تنزيه أيضا. وأما حديث لعن الله زوارات القبور فهذا في المكثرة من الزيارة التي تتضمن زيارتها محرما، وذلك أن الإكثار من الزيارة في حق النساء يقتضي شدة الجزع وعدم الصبر، مثل المرأة التي كانت تبكي عند قبر فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فلم تكن صابرة لوجود شدة الجزع وتذكر الميت ونحو ذلك مما يترتب عليه إما أعمال قلبية محرمة وإما أعمال باللسان أو البدن محرمة، مثل النياحة، رفع الصوت بالبكاء والعويل وتعديد المناقب على سبيل ندب الميت ونحو ذلك، فضلا عن التبرج. ومن هنا كره مالك ذلك للشابة لأجل أن خروجها إلى ذلك إلى الجنازة مع ما يتوقع من حصول يعني تكشف أثناء شدة الحزن، وما يتوقع من النساء في مثل هذه المواطن من عدم الانتباه إلى الحجاب وعدم الانتباه إلى عدم رفع الصوت واحتمال يعني رفع الصوت بالبكاء والنياحة، فمن أجل ذلك كرهه للشابة. والصحيح أن ذلك عام للنساء بالضوابط التي ذكرناها، ولكن لا شك أن الشابة يتوقع منها أكثر مما يتوقع من العجوز من المنكرات، فمن باب سد الذريعة ليس من باب التحريم، تمنع على سبيل الاستحباب على سبيل كراهة الذهاب والله أعلى وأعلم. وأما إذا تضمن ذلك محرما وعلمنا أنها لا تلتزم في هيئتها أو في بكائها
او في عدم ارتكابها المحرمات علمنا انها لا تلتزم بالشرع وجب منعها تحريما، والله اعلى واعلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن محمد بن شيرين عن ام عطيه قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل ما سبق. في الروايه الاخرى قال ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. فقالت حفصه عن ام عطيه وجعلنا راسها ثلاثه قرون. عن أم عطية قالت اغسلناها وترا، قالت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه. عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب عاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أفلاس قرنيها وناصيتها. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميانينها ومواضع الوضوء منها. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. قال النووي رحمه الله باب في غسل الميت. ذكر الروايات قال هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثة، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسة، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعة، وهكذا أبدا. وحاصله أن الإيثار مأمور به، فالثلاث مأمور بها ندبا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا. وأصل غسل الميت فرض كفاية، فكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن. هذا مختصر الكلام فيه. قال قوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك يقول بكسر الكاف خطاب لأم عطية، ومعناه إن احتجتن، وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن. وكانت أم عطية غاسلة للميتات، وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية، واسمها نثيبة وقيل نثيبة. وأما بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها أو غسلتها فهي زينب رضي الله عنها، هكذا قاله الجمهور وهو مصرح به في الزبير. قال القاضي: وقال بعض أهل الشعر إنها أم كلثوم، والصواب زينب كما صرح به مسلم في رواياته التي بعد هذه. قوله صلى الله عليه وسلم بماء وشدر فيه دليل على استحباب الشدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة، وقيل يجوز فيهما، أي فيها لا وفيها يعني في المرات، ده الظاهر والله أعلم، أنه يستحب أن يغسل في كل الغسلات بماء وشدر، يضرب الشدر مع الماء حتى تكون له رغوة ثم يصب على الميت، وإن علم الشدر استعمل ما كان يقوم مقامه من الصابون ونحو ذلك بشرط أن لا يغلب على الماء، كوجود طاهر يخالط الماء يعني مخالطة لا تغلب عليه فلا تغير إطلاقه، وإنما تغير بعض الأوصاف تغييرا يسيرا لا يخرج الماء عن كونه طهورا، كالكافور أيضا فإنه إذا وضع غير رائحة الماء ومع ذلك يظل الماء على طهارته، وإنما يفسد الماء طهوريته ما غلب عليه بحيث أذهب إطلاقه وليس تغيير بعض الأوصاف اليسيرة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، فمثل هذا الشيء اليسير من الأثر الدقيق والعجين في الماء لا يضر، وكذا أثر الشدر في الماء لا يضر، ولو وقعت بعض نقاط الصابون أو جعلت رغوة والماء ما زال يعني محتفظا بعامة أوصافه فهو طهور. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة، وهو متفق عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يستحب، وحجة الجمهور هذا الحديث، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه. إذا لم يوجد كافور يستعمل أي طيب بدلا منه والله أعلى وأعلم، لكن السنة أن يكون تدرى في الغسلات كلها، وأن يكون من يضع كافور في الغسلة الأخيرة. قوله فألقى إلي قولها فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، الحق يعني الإزار، وأصل الحق معقد الإزار، حق أصلا يعني موضع الإنسان تحت الخاصرة، وجمعه حق وحق وحقا، وثم به الإزار مجازا لأنه يشد فيه، معنى أشعرنها إياه اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، نحن نسميه الملابس الداخلية التي تلمس الشعر يلي شعر الجسد، يقول سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها به تبريكها به صلى الله عليه وسلم، تبريكها بإزاره صلى الله عليه وسلم بأثره، يقول ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو مسألة التبرك بآثار الصالحين هل هي عامة أم هي خاصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدليل على الخصوصية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع تركوا التبرك بالآثار لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كالإجماع منهم، إذ لم يرد عن أحد منهم أنه كان يتبرك بعرق أبي بكر مثلا أو بوضوء عمر أو بتفلع عثمان أو بآثار علي رضي الله عنه أو ملابسه، إنما فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع كون هؤلاء الصحابة مقطوع بصلاحهم، اعتقاد صلاحهم فريضة
وواجب إيماني، لأن ذلك مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وغيرهم مظنون صلاحه، فإذا كان المقطوع بصلاحه تركوا ذلك معه ولم يفعلوه، واقتصروا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعلوا لنقل، والله أعلم. لذلك نقول الصحيح في هذا أنه لا يشرع التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، وإنما يشرع التبرك بآثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه آثار الأنبياء التي تركها آلهم وبقيت عندهم من آثار موسى وهارون. وإنما يعرف في زماننا بعض آثار النبي عليه الصلاة والسلام منقولة بالاشتهار إن هذه آثاره عليه الصلاة والسلام، ومجهولة في بعض المتاحف الإسلامية. وأما يعني من دونه عليه الصلاة والسلام فالصحيح أنه لا يشرع التبرك بآثاره ولا بلباسه ولا بالأماكن التي ينزل فيها بالأولى، والله أعلم. ولكن مسألة التبرك بآثار الصالحين مسألة فيها اختلاف واجتهاد بين أهل العلم بالشروط المعلومة، وهو أن يعتقد أن الخير كله من الله عز وجل، وأن هذه الآثار لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تأتي بنفع ولا بضر بذاتها، وإنما عند الجميع الذين يجوزون التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الأنبياء، وعند من يجوز بآثار الصالحين يرى أن الله يجعل البركة فيها بقدرته سبحانه وتعالى. وأما التبرك بما لا يختلف فيه مثل الأشجار والأحجار، طلب البركة مما لم يرد فيه دليل ومما لم يرد في كتاب ولا سنة، فهذا لو اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها كما كان المشركون يعتقدون في ذات أنواط، فهذا هو الشرك الأكبر والمنافي للا إله إلا الله، وإن لم يتب صاحبه بعد قيام الحجة صار كافرا. وأما إذا كان يعتقد أنها سبب ويعتقد أن الله هو النافع الضار، فنقول: من أين علمت أنها سبب للبركة؟ ومن أين علمت حصول الخير في ملابستها وملامستها؟ وإذ لم يأتي دليل، والتبرك أمر خفي لا يعرف بالتجربة ولا بالأمور الظاهرة، بل لابد من دليل شرعي. فمن ادعى أن هذا الشيء سبب للبركة فهذا من البدع المنكرة ومن ذرائع الشرك، فينهى عنه ويحرم من أجل ذلك، والله أعلم. وعلم الخلاف السائغ فقط في التبرك بآثار الصالحين مع اعتقاد أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها. أما التبرك بالأحجار والأشجار والأضرحة والقبور ونحو ذلك مما ليس من آثار الصالحين ولا لباسهم، فإنه لا يسوغ الخلاف فيه، بل هو بدعة منكرة وشرك أصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر. وأما إن اعتقد أنها تنفع وتضر فهذا يقال له: أكلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: إذا لنا إلها كما لهم عليها. الآثار آثار الصالحين معناه كما ذكرنا الريق، العرق، الشعر، الملابس. أما الأماكن التي نزلوها وطؤوها فليست بمحل للتبرك، كما نهى عمر رضي الله عنه عن النزول في الأماكن التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذها مصلى، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم لأثار أنبيائهم، يعني الغلو فيها، والله أعلم. ومن هذا التبرك مثلا بالأشجار التي نزل تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن التبرك بما أحدث بعده كحديد الضريح أو حديد الغرفة الذي يجعل على قبر النبي أو قبر الرجل الصالح. فهذا الأمر، السور الذي يبنى حول الغرفة أو الذي يجعل كما ذكرنا سواء كان حديدا أو حجارة، فإنه لا يجوز أن يتبرك به اتفاقا بين أهل العلم.
قوله وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل هو الإزار، والإزار أصلا من الثياب المشتركة التي يجوز للمرأة وللرجل أن يلبسها، فالثياب المشتركة يجوز لبسها وليس تشبها. ولذلك أحيانا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحيانا مرق بعض نسائه كساء غليظ، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الكسوف ببعض ملابس أهلي حتى أدرك بردائه عليه الصلاة والسلام. فالملابس المشتركة بين الرجال والنساء كالأزر والسراويل والأرضية مما يجوز أن يستعمله الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وإنما التشبه فيما هو من الخصائص. قال قولها فمشطناها ثلاثة قرون أي ثلاث ضفائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة. الناصية مقدم الرأس، يقول كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. مشطناها فيه استخدام مشط رأس الميت وظفره وظفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الظفر، بل يرسل الشعر على جانبيها جانبي الرأس مفرقا. ودليلنا عليه الحديث، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة الغسل. قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بها أنواع الفضائل، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة. ومن هنا يبدأ أولا بمواضع الوضوء، طبعا بعد غسل الفرج من فوق الثياب وعدم لمسه إلا للضرورة من إزالة النجاسة، فكثير الناس يستهين بلمس عورة الميت المغلظة ولو من فوق الثياب، ولا يجوز ذلك إلا للضرورة كما تجوز في حال الحياة إذا وردت نجاسة يعجز المريض عن إزالتها. أما الأصل فإنه لا يجوز مس العورة المغلظة ولو من فوق الثياب، لذلك الأصل أن يبدأ بصب الماء من فوق الثياب، يعني أعني مع ستر الثياب، يمكن أن يكون من تحتها ولكن الثوب ساتر على الفرجين حتى يغسل يصل الماء إلى جميع أجزاء. إن وجد نجاسة أزالها بخرقة يلفها على يده أو نحوها ليمتنع اللمس المباشر، لأنه لا ضرورة إليه ولا يجوز لمس العورة مباشرة بغير ضرورة. ثم إذا أزال النجاسة بدأ بالميامن بمواضع الوضوء، يبدأ باليمين ثم الشمال في مواضع الوضوء، وظاهر هذا أنه يوضئ الميت وضوءا كاملا ويجعل في فمه ماء وموضع المضمضة ويميل الرأس حتى يسقط الماء، وكذا في الأنف، ويعني لن يستطيع المبالغة في ذلك، إنما هو يجعل في الأنف ماء ثم يميل الرأس حتى يزيل الماء، ثم يغسل الوجه واليدين ويمسح بالرأس ويغسل الرجلين، ثم بعد ذلك يغسل الرأس، يبدأ بالجانب الأيمن وشق الرأس الأيمن وشق الرأس الأيسر، ثم بعد ذلك جانب الميت الأيمن من الأمام ومن الخلف، فيغسل مقدم الميت أولا ويميله على جانبه ليغسل ظهره ورجليه، وكما ذكرنا يكون مستور العورة من السرة إلى الركبة. وبالنسبة للمرأة تغسل في يعني ثياب المهنة، يعني يظهر منها الذراعين والساقين والرأس والعنق وباقي الملابس وباقي الجزء البدن مستور، ثم بعد ذلك تنزع هذه الملابس إن احتاجوا إلى التكفين يعني في غيرها وهو المعتاد. ثم بعد ذلك بعد الجانب الأيمن الجانب الأيسر، ثم يفعل ذلك ثلاثا، الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر، الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر،
فإذا ورد نجاسة أو دما والدم من النجاسات فيزيله بما تيسر، فإن كان لا يتوقف وضع مكانه قطنا أو نحو ذلك ليمنع نزول الدم ويقلل النجاسة ما استطاع. وأقصى ما ورد في الرواية سبعا، إلا أنه في رواية صحيحة كما رواية مسلم هنا قال أو أكثر من ذلك، وهو ظاهر عموم الروايات الأولى إن رأيتن، إنه يمكن أن يزيد على سبعة إذا احتاج إلى ذلك. والأصل غسل أن غسل الميت كالميتة، بعد التغسيل يشرع في التكفين، وكما ذكرنا يجعل الصدر مع الماء من أول غسلة ويضع في الأخيرة شيئا من كافور، يبقى يخلطه بالماء أولا ويصب الماء فقط، ما يفعله كثير من الناس من ثني بطن الميت والتنحنح، مثل هذا الأمر لم يرد ولا دليل عليه، ونحنحة الغاسل لا تخرج شيئا من الفضلات، ولا يشرع عصر بطن الميت وتكرير ذلك، لأنه ربما خرج الفضلات ولا حاجة إلى إخراجها، وهي أصلا لا تخرج تلقائيا، ولكن بعد عدة ساعات من الوفاة تنقبض العضلات بما فيها عضلات فتحة الشرج وغيرها، فتنقبض فلا يخرج منها شيء، فتعمد الضغط كثيرا والنحنحة ونحو ذلك مما لم يرد عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. فكما ذكرنا إن رأى شيئا غسله، وإن لم يرى شيئا فقد أجزأه ما مضى من غسل الفرج والوضوء وما بعد ذلك، والله أعلم. الأصل أنه يغسل كل الدماء إن تيسر ذلك، وإن وجد شيئا مستمرا وضع القطن في هذا الموطن. وكذا وضع القطن عند على الفرجين أيضا لم يرد، وإنما يستعمل ذلك عند الاحتياج إليه لتقليل النجاسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم، إذا كان عند الحاجة، وليس أنه أصل يستعمل على الدوام، أن كل ميت يوضع في فرجه قطن أو على فرجه قطن أو يوضع في عينيه كما يفعلون وفي أذنيه وجميع فتحات البدن، هذا ما دليل عليه، وإنما يستعمل عند الحاجة كما ذكرنا لتقليل النجاسة. ها؟ لا، الوضوء في أول الغسل، الوضوء كما هو المشروع في غسل الحي فهو مشروع في غسل ميت، يبدأ بمواضع الوضوء وليس أنه آخر شيء كما تقول، الحديث ينص على أنه أول شيء، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فهو يبدأ بالوضوء ويبدأ بالميامن في الوضوء، ثم يبدأ بغسل جانب البدن الأيمن أماما وخلفا، ثم جانب البدن الأيسر أماما وخلفا، ويكرر هذا 3 مرات. إنما يشرع من الأدعية التسمية عند أول الغسل، عند البداية، وأما أنه عند غسل كل عضو من الأعضاء يقول أدعية معينة فهذا لم يرد. هذا الحديث هو أصل أحاديث في غسل الميت، هذا الباب أصله هذا حديث أم عطية، والله أعلم. إذا خرجت نجاسة من السبيلين انتقض، يعني وجب إعادة الوضوء. إذا خرجت نجاسة من السبيلين أثناء الغسل أعاد الوضوء، وأما إذا خرجت نجاسة أو دم من غير السبيلين، فإذا خرج من غير السبيلين وجب الغسل فقط. إذا خرج الدم من أي مكان وجب الغسل فقط. إذا لم تكن هناك معالم ظاهرة لتفجر الميت، مثلا انفجار الميت أو لدهشه بسيارة أو لأنه تعفن أو لغير ذلك، فيصب الماء على ما علم منه. إن علمنا شيئا من الأجزاء بدأنا بالميامن، وإن لم نعلم صببنا الماء عليه حتى يعم البدن كله، ونسأل الله العافية. قال: وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يستحب، ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب، وهذا هو الصحيح. قال: وفي حديث أم عطية هذا،
دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه له غسل زوجته أو غسل زوجته، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مت قبلي غسلتك وكفنتك. ولكن هذا فيه احتمال، لأن ذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بزوجته، والله أعلى وأعلم. لكن هو دليل على الزواج. أما الأولوية فالظاهر والله أعلى وأعلم أولوية النساء، أولوية النساء حتى من أولى من المحارم ومن الزوج. لكن يجوز للزوج، نعم والله أعلم. قال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها أو غسلها. لماذا؟ لأجل انقطاع رابطة الزوجية بالموت. والصحيح أن الحديث يدل على جواز الغسل، وأن الرابطة لا تنقطع بالكلية خصوصا مع ولود العدة. يقول: وأجمعوا أن لها غسل زوجها. وده دليله أيضا قول عائشة عنها: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وهو يعني وجه قوي، لأجل أن انكشاف عورة الميت ومحتمل أثناء التحريك، وإذا انكشف النساء فهو أهون، والله أعلم. قال: واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، ووجه الدلالة أنه موضع تعليم، فلو وجب لعلمه. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، لكن يستحب، لأن الحديث لو من غسل ميتا فليغتسل فيه نقاش، ومن صححه حمله على الاستحباب للأحاديث الواردة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل في موضع التعليم. قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، والجمهور على استحبابه، ولنا وجه شاذ أنه واجب وليس بشيء. والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، ضعيف بالاتفاق. بعض العلماء حسنه، والله أعلم. والظاهر عدم وجوب الغسل ولا الوضوء، ولكن إن توضأ فحسن، مراعاة للخلاف ولمن حسن هذا الحديث، والله أعلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدوها. قال: بل في كفن الميت. قوله فوجب أذن على الله معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع، لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، وهو نحو ما في الحديث: حق العباد على الله. وصحيح أن هذا حق أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه العباد، وإنما كلمة وجوب إنجاز وعد بمعنى متحقق الوقوع. والصحيح أنه حق على الله هو الذي أوجبه على نفسه، وجب أجرنا على الله لأن الله هو الذي وعد بذلك سبحانه وتعالى. وهذا الوجوب ليس إيجاب لا بالعقل ولا من قبل العباد، وإنما أمر أوجبه الله عز وجل كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
فهو ينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففيه فضيلة من هاجر مخلصا في سبيل الله عز وجل يبتغي وجه الله عز وجل. قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني معناه لم يوسع عليه في الدنيا ولم يعدل له شيء من جزاء عمله. هذا دليل على أن الأجر يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فمن ادخر له كمال الأجر في الآخرة فهو على ظاهر الحديث أكمل، والله أعلم. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن من بقي فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كان من هذه الجهة أكمل. ولذا كان العشرة المبشرون بالجنة وهم مقدمون على غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من مات شهيدا قبل ذلك كلهم ماتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. فما شهدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد وما عملوه من الأعمال أقول من هذه الجهة مقدم، وإلا فقد يكون بعض السابقين مقدم من جهة كيفية الإيمان، قدر الإيمان في القلب، ومن جهة أنه لم يوسع عليه في الدنيا. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف قتل حمزة بن عبد المطلب وهو أفضل مني، وقتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني. إما قاله على سبيل التواضع، وإما قاله على سبيل الحقيقة أفضل منه في جهة من الجهات، والله أعلى وأعلم. هذا يدل على هذا الأمر، وهو أن من لم يوسع عليه في الدنيا كان أجره أكمل من هذه الجهة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما من سرية تخفق، ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا كان لهم أجرهم كاملا، والله أعلى وأعلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومصعب بن عمير من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، فضائل المهاجرين ومن هاجر به، فتح الله عز وجل المدينة بالإسلام به وبمن هاجر معه. ومصعب أول السفراء الذين علموا أهل المدينة الإسلام، وأول أكثر من دخل سادات الأنصار على يديه في الإسلام هو مصعب بن عمير. أكثر سادات الأنصار دخلوا الإسلام كأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، عامتهم دخلوا الإسلام على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وأسلم قومهم بناء على ذلك. ففضيلة مصعب رضي الله تعالى عنه فضيلة عظيمة رضي الله عنه، وكان هو حامل اللواء في غزوة أحد. قوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نميرة، يقول هي كساء، وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته، ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين، ليس بعيدا أن يكون عليه دين. وترك الاستفصال في هذا المقام دليل على العموم، يعني سواء عليه دين أو لم يكن عليه دين فيكفن مقدما على الديون. يقول واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاه أو حق بائعه للرجوع بإفلاس أو نحو ذلك. يعني إذا كان الكفن نفسه فيه مال شيء مرهون، اللي هو الثياب التي عنده مرهونة أو الثياب التي يلبسها رجع بائعها فيها بإفلاس قبل الموت، والله أعلم. مصعب رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الصحابة رفاهية قبل إسلامه، وبدأ إسلامه وصل به الحال إلى أن لا يوجد عنده من الدنيا شيء يكفن فيه إلا هذه النمرة، ليس له ثياب إلا هذه النمرة التي لا تكفي ستر دمي بدنه، رضي الله تعالى عنه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول الإسلام من شدة الحال ومن الزهد في الدنيا ومن التضحية العظيمة في سبيل الله عز وجل، تركوا الأهل والأموال والأوطان لله سبحانه وتعالى.
وكما نعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتت عليهم أوقات لم يكن عندهم من الثياب إلا الأزر، ولربما أمر الرجال بأن أمرت النساء بأن لا يرفعوا أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال لمن ضيق الأزر. وكما قال ابن عمر في عيادة سعد بن عبادة أنه خرج 14 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم خفاف ولا نعال ولا قلامس ولا قمص إلا الأزر، ليس عليهم إلا الأزر فقط، إزار يغطي نصف البدن الأسفل. وكما علمنا الصحابي الذي لم يكن عنده من الدنيا إلا إزار وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن لنعلم كيف كان عيش السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكيف تحملوا في سبيل الله عز وجل، تحملوا شدة الحال وضيق ذات اليد واحصروا في سبيل الله. بهم قام الإسلام وبهم انتشر ودخل الناس بهذه التضحيات العظيمة في دين الله أفواجا، رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم صالحين. قوله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه وجعلوا على رجليه من الإنخر، يقوله حشيش معروف طيب الرائحة، وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس، جعل الكفن مما يلي الرأس أن يغطي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس، رأس يشمل ستر الوجه أيضا وليس كما يفعل بعض أهل زماننا من كشف وجوه الشهداء أو من يظن بهم الشهادة، فإن هذه بدعة محدثة أنهم يذهبون بالميت مكشوف الوجه لأنه قتل على أيدي الكفار أو قتل شهيدا فيما يظهر لنا، ولكن هذا أمر مبتدع، فليس من شهداء أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهم الذين نزل القرآن بفضلهم وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، الذين قتلوا في أحد رضي الله تعالى عنهم، ومنهم يعني مصعب رضي الله تعالى عنه، وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له ولجميع الشهداء بالفضل والمنزلة العالية عند الله، مع ذلك أمر بستر رأسه، والذين يكشفون الوجوه يخالفون ذلك، والوجه من الرأس باتفاق، ولذلك يغطى وجهه ورأسه جميعا وليس أنه يكشف الرأس، خصوصا مع السعة المولودة من ولود الملابس التي تكفي، لكنهم يفعلون ذلك تعبدا فهو بدعة منكرة. الله المستعان. يقول فإن ضاق عن ذلك، إن ضاق الكفن عن ستر الرأس وأعالي البدن سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، إذا يبدأ من بستر السرة إلى الركبة، إن زاد يجعله إلى ما فوق ذلك، فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان القبل والدبر، لأنهما أهم وهما الأصل في العورة، يعني العورة المغلظة. وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته، فإن كان وجب عليه، فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك، فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، والله أعلم. هذا الذي استبعده ليس ببعيد، ربما لم يوجد من الحاضرين مع شدة المصيبة من لم يكن عنده ذلك، حال الصحابة كان شديدا الله أعلم. ظاهر هذا الحديث أنه يلزم تغطية البدن إلا عند عدم التمكن، يعني عندما يعني يتمكنون يلزمهم أن يغطوا بدن الميت، ليس لأنه عورة كما يقول البعض،
أن الميت كله عورة، لا، بل لأن السنة أن يغطى الميت كله، وأن يكفن في ثوب يغطيه كله، ليس لأجل العورة، ولكن لأجل أنه مشروع أن يغطى رأسه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ووجوب ذلك لأنه قال: واجعلوا على رجليه الإذخر، إذا أمر بستر رجليه بدلا عن الثوب الذي لم يوجد، فدل ذلك هذا الأمر، قال: جعلوها، ضعوها مما يلي رأسه، هذا أمر الوجوب، فظاهره وجوب تغطية الرأس والوجه وأعالي البدن، ووجوب تغطية أسفله إذا لم يوجد شيء بالحشيش بالإذخر ونحوه، فالصحيح أنه يلزم تغطية البدن كله في الكفن، وإن لم يوجد غطي بالحشيش ونحوه بدلا من الثياب، والله أعلم. قوله: مما من أينعت له ثمرته، أي أدركت ونضجت، فهو يهدبها ويهدبها بضم الدال وكسرها، أي يجتنيها، يقال ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا، فهو يانع، هدبها يهدبها إذا دناها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا، هذا في استعمال المجاز عند الصحابة رضي الله عنهم لوجود القرائن الدالة على ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله ابن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها، يعني الحلة. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في 3 أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها، ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب سحولية. قولها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، يقول: السحولية والسحولية بفتح السين وضمها، الفتح أشهر، سحولية أشهر. قال ابن العربي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. قال ابن قتيبة: ثياب بيض، ولم يخصها بالقطن. قال آخرون: منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها. قال الأزهري: السحولية منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم السحولية ثياب بيض. وقيل إن القرية سحول أيضا بالضم، حكاه ابن الأثير. قال في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما: وجوب تكفين الميت، وجوب أن يستر بدن الميت بالثياب التي توضع معه في القبر وهي الكفن، يقول: وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين، يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن 3 أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، وكما ذكرنا ثوب يغطي جميع البدن.
يقول: والمستحب في المرأة 5 أثواب، يعني من باب أكثر كثرا، ولا أعلم دليلا صريحا على ذلك إلا من هذا قول جمهور أهل العلم. يقول: ويجوز أن يكفن الرجل في 5، لكن المستحب أن لا يتجاوز 3، وأما الزيادة على 5 فإسراف في حق الرجل والمرأة. قولها أبيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه، الأفضل أن يكون أبيض صرف، بخلاف بعض ما يجعل في الأكفان اليوم من ثياب مخططة وقد تكون رمادية أو نحو ذلك، فالأفضل أن تكون بيضاء تماما. يقول: وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض: البسوا من ثيابكم غد وكفنوا فيها موتاكم. يقول: ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة، المصبوغة، الثياب المصبوغة، وصحيح كل الأنواع. قال: وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه، وهذا لأنه محرم على الرجال، وهذا الظاهر أنه في الحياة والموت، والله أعلم. ومن هنا لا يجوز ثياب الحرير، الحرير الطبيعي المصنوع من دود القز، من حرير المستخرج من دود القز. أما الحرير الصناعي فهو اشتراك لفظي فقط، ما يسمى بالثياب الناعمة، الناس يقولون هذا ثوب حرير، الألياف الصناعية الناعمة لا تحرم وليست بحرام، لا في الحياة ولا في الموت ولا في الكفن. فإنه كما ذكرنا سميت حرير اصطلاحا عرفيا وليست حريرا حقيقيا، فالحرير الحقيقي هو المصنوع من دود القز، المصنوع من المستخرج من دود القز. إذا اختلطت بجزء من الحرير أكثر من 4 أصابع في الثوب كله فهو محرم، ويجوز 4 أصابع ولا حاجة بها يعني في الكفن. قال أصحابنا يحرم تكفين الرجل في الحرير، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة لأجل الإسراف. قال وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. الكراهية بما فيها كراهة التحريم، لا يقصد كراهة التنزيه بالنسبة للرجال، والنساء الكراهة كما ذكر. ومنهم من يقول يحرم للنساء، ولكن الظاهر التحريم على الرجال. قولها ليس فيها قميص ولا عمامة، معناه لم يكفن ولا عمامة. قال معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في 3 أثواب غيرهما، ولم يكن مع 3 شيء آخر. هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قال ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، يعني ليس الثوب له أكمام ولا يعمم على رأسه، وإنما يدرج في 3 الأثواب. قال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة، وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة 3، وإنما هما زائدان عليهما، وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة. الصحيح أنه لا يستحب القميص ولا تستحب، هو جائز ولكن لا يستحب أن يلبس الميت قميصا، بل يستحب أن يدرج، يوضع في الأثواب 3، توضع الأثواب 3 ثم يوضع الميت عليها ويلف واحد تلو الآخر حتى يعني يغطى الميت كله، 3 توضع فوق بعضها ويوضع الميت ثم تلف عليه واحدا تلو الآخر. 15 متر، مش حسب العرض بتاعه، 3 متر كتير قوي، هو في حد 3 متر؟ ماشي، 3 بيض وخلاص، يجيبوها بفتة عبك اي حاجة، 3 أثواب بيض، لا ينبغي المبالغة. يقول وهذا الحديث يتضمن ان القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لانه لو بقي مع رطوبته لافسد الاكفان. النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه لانه
لم يجرد عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه أثر في التغسيل، أثر في أثناء التغسيل. يقول: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف لرواته الثقات الذي هنا في مسلم أنه نزعت عنه الحلة. قوله: من كرسف، وهو القطن، وفيه دليل على استحباب كفن القطن، ويستحب ملابس أن تكون ثياب قطنية، يستحب أن تكون ثياب قطنية. قال: وأما الحلة فإنما شبه قولها. أنا قلت كتان دلوقتي قبل ذلك، استحباب الثياب القطنية. قولها: أما الحلة فإنما شبه على ماشي فيها، شبه معناه اشتبه عليهم. قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء، يعني ثوبين من نفس من يعني نفس القماش، نفس الثياب. قولها حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ضبطت على 3 أوجه: يمنية منسوبة إلى اليمن، ويمانية منسوبة إلى اليمن أيضا، والثالث يمنة وهو أشهر. قال القاضي: وغير، وهي على هذا مضافة إلى حلة يمنة، ضرب حلة يمنة ضرب، قال الخليل، ضرب من برود اليمن. قولها: وكفن في 3 أثواب سحولية يمانية، هي لغتان: يمانية اللغة الفصيحة المشهورة، ويمانية حكاه سبويه والجهري لغة. السحول كما ذكرنا بضم السين وفتحها، والضم أشهر، والسحول دمع سحل وهو ثوب القطن، فهذا دليل على استحباب التكفين في 3 أثواب. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الأخوان: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. سجي معناه غطي جميع بدنه، ولذا قال النووي: باب تسجية الميت، تغطية الميت بمجرد وفاته. الحبرة ضرب من برود اليمن. يقول: وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف، وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا: يلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. لا يلزم ذلك الله أعلم، وإنما يمكن أن يبقى في ثيابه التي توفي فيها إلى أن يغسل ويسجى بالثوب المتيسر، والله أعلم. علشان اللي هو حسب بقى طول المدة، مسألة ان هو يجف جدا ويتصلب بحيث يصعب نزع الثياب، ده حسب طول المدة، ولا ينبغي ان تطول المدة بين الوفاة وبين التغسيل. لو احتاجوا الى ان هم ينزعوا ثيابه فذاك لاجل الا يتعثر نزع الثياب بعد ذلك، ولاجل الا تفسد الثياب بالتقطيع. نعم، يعني يزيل ينزعوا الثياب ويسدوه بعد ذلك. هل يجوز الكشف عن وجه الميت لتقليل او نحو ذلك؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سجي، فلما جاء وقت كشف عن وجهه، فدل ذلك على جواز كشف الوجه للنظر الى وجه الميت. وكذلك جعل جابر ينظر الى وجه ابيه ويبكي رضي الله تعالى
عن الصحابة وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إيه ده؟ الكفن فيه بلاستيك؟ إحنا قلنا لو بينزل دم يحط قطن. إذا لم يمكن إلا وضعه في الكيس خلاص. يعني يمكن إن هو يكون كياس، إحنا قلنا مستحب القطن. ثياب القطنية. ولكن يجوز إن هو تبقى ثياب من نوع آخر مش. كفنه بعد كده. هو ده جزء من الكفن. الكياس دي هو جزء من الكفن. سائل يقول بعض الناس في غسل الميت يرفع ذراع الميت في آخر الغسل ويقول له إذا سئلت من ربك فقل ربي الله، هذا من البدع المحدثة. يقول يسخن ماء ويقول لا بد من وجود ماء ساخن وماء بارد للغسل، أيضا هذا لا يلزم ولا يكون واجبا، فلو اعتقد وجوبه كان بدعة. يقول يغسل الميت مرة واحدة، يدع الأحد يصب على الميت صابون، يصب عليه ماء وفي يده ليفة وصابونة، يرغي على الميت ويغسله مرة واحدة فقط ويقول تعلمت ذلك، أيضا هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. مسألة تليف الميت الأول لا أصل له، إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا، إذا وجدوا شيئا من الحجر فيغسلون عدة مرات حتى يزيلوا ذلك، وإذا احتاجوا إلى دلك دلكوا، ولكن الأصل هو صب الماء في غسل الميت. يقول يجعل معه عيش ملح ويضع بجواره سكينة عند الغسل، من المحدثات البدع المنكرة مسألة وضع السكينة عند رأس الميت، وكذا وضع المصحف عند رأسه، فإن هذا وضع العيش والملح أيضا كذلك من البدع المنكرة. وكذلك يقول ويكون مع الكفن حنة لكي يضعها تحته في قبره، الحنة دي عندهم كأنها مقدسة، أيضا من البدع وضع الحنة. الكفن له رأس يدخل فيه الميت وقميص يلبسه من الأول، السنة كما ذكرنا أن يدرج في الأثواب الثلاثة، ما يكونش له رأس ولا شيء، يدرج فيها ويغطى. يترك الماء يدخل في أنفه فيصب الماء ويقول الأنف لا يدخل، لا يدخل ماء. ينحنح الميت فيتحدث معه بكلام ويضغط على بطنه كما ذكرنا، هذا لم يرد. مع كل ميت لابد ان يلبس جوانتي قماش ويغسل فرج الميت كما ذكرنا اذا وجد نجاسه فقط، اما اذا لم يجد نجاسه فلا يحتاج الى ذلك. يترك هذا الرجل يغسل، ينبغي ان يورد من الملتزمين من يلتزم بالسنه ويغسل. في بعض المستشفيات لم يمنع دخول اقارب الميت، لا اعلم ذلك ولا في اي مستشفى، مفيش ولا مستشفى كده، لكن لو منعوهم يصروا على دخولهم، إذا يعني استلمه أقاربه هل يغسلوه؟ إذا لم يغسل الغسل الصحيح، إذا فعلوا ما يجزئ وعمموا البدن بالماء فقد أجزأ ذلك ولا يلزم إعادة الغسل. لمس أجنبي المرأة لدفنها أو حملها حال الموت وهي ميتة، لا أما للدفن فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف الليلة، فنزل من لم يقارف، أنزل ابنته من لم يجامع أهله، لا يلزم أن يكون الذي ينزل الميتة رجلا من محارمها، يمكن أن ينزلها غيرهم، لكن لمس فوق الكفن، وأما غير ذلك فهم يحملون النعش فقط ولا يلمسونها. لو قطع عضو من الحي مثل اليد وهو ما زال حيا هل يغسل؟ لا بل يدفن، يكفن وليس يغسل، الميت هو الذي يغسل. النصرانية التي ماتت وهي حامل الجنين مسلم تدفن في مقابر بين المسلمين وبين الكفار في مقبرة مستقلة. المطلقة ثلاث طلقات قد دانت من زوجها، أين تقضي فترة العدة؟ لا تقضيها في بيت الزوجية، لا نفقة لها ولا سكنى، تقضيها في بيت أهلها، إن لم يكن لها جعلت في بيت أمين كما أمرت فاطمة رضي الله عنها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. شرب الدخان أو إشعال السجائر في أثناء شير الجنازة يعد من اتباع الجنازة بالنار،
هو أصلا منكر في ذاته، وهو نار تشعل فعلا، لكن لا أظن أنه من اتباع الجنازة بالنار، لأن من يفعل ذلك يفعلها تعبدا. أطفال المشركين دون البلوغ إذا ماتوا هل يصلى عليهم؟ لا يصلى عليهم اتفاقا، لأن أحكام الدنيا أنهم كفار، الخلاف في من حكمهم في حكمهم في الآخرة، أما أحكام الدنيا فهم كفار يرثهم أهليهم أهلوهم ويرثونهم كذلك. قراءة سورة ياسين على من حضرته المنية ليس صحيحا، لأن الحديث ضعيف، وإن عمل به أحد فهو من الخلاف السائر. ابن حبان صحح الحديث لكنه ضعيف، فهو قرأوا ياسين على موتاكم. توجيه المحتضر إلى القبلة، القبلة خير المجالس ما استقبل به القبلة، يشمل إذا أمكن أن يوجه المحتضر إليها فنعم، والبعض يعده من البدع، لكن الظاهر أن أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. كشف جثمان الميت أثناء حمله إذا كان شهيد المعركة كما ذكرنا، هذا من المحدثات. عليكم السلام ورحمة الله. قلت في شرح من الرحمن أن الجنة في السماء والنار ليست في السماء، والله أعلم بمكانها. نعم، الله أعلم بمكان النار. الدليل على ذلك أن الذي رأى مالك خازن النار يطوف حولها، وهذا في الرؤيا المنامية، ولم يره صلى الله عليه وسلم في المعراج، وإنما رأى مالك خازن النار لم يعني لم يضحك قط منذ بعث منذ خلقت النار. ولو رآها النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض المرائي فهو قد رآها ولم يقل أنه في السماء. بعض الإخوة يتوسدون الكتب وبعضهم يجلس عليها، هذا لا يجوز، لأن هذه الكتب فيها ذكر الله عز وجل، فأمر عظيم أن يجلس على ما فيه ذكر الله. يقول كيف نتأكد أن داخل أحشاء الميت أي شيء ينجس الكفن؟ ما دخلنا بما داخل الأحشاء؟ العبرة بما ظهر. هذه الأشياء لا تكون نجسة وهي في باطن الإنسان، أنت في باطنك الآن أشياء نجسة، لكن هل تندس؟ هي نجسة إذا خرجت، أما الآن فأنت طاهر، المؤمن لا يندس، لا حيا ولا ميتا، إذا ظهر شيء غسلناه. يقول كلما قال لي أحد اتق الله قلت له اللهم اجعلني من المتقين، هل أكون ذلك خصص ذلك ردا؟ لم يرد، لا أظن ذلك، لا بأس من الدعاء. السراويل والإزار، ما الفرق بينهما؟ الإزار بشكير بيلف أو حتة قماشة مفتوحة بيلف بها نص بدنه الأكفل، السروال له رجلين، هل في تشبه بين رجل المرأة وبين المسلم والكافر؟ بل هو من الثياب المشتركة بين المسلمين والكفار وبين الرجال والنساء، بس لا يجوز أن يكون ضيقا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.